بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول ظهور النجم المذنب على حقول الرصد وانتشار لصورة يدعي البعض أن الكوكب المذنب ظهر بجانب المشتري على حقل الرصد سهولسكو 2، وهذا ما تساءل عنه أحد الإخوان في تعليق، حيث كتب: ظهور النجم الطارق في حقل الرصد سهولسكو 2 وراء المشتري لم تتكلم عنه. وسوف نتناول هذا الموضوع الآن بالتفصيل إن شاء الله، وهذا ما سنراه ونفصل فيه حين نصل لتحليل الصورة. فهناك صورتان: صورة يظهر بها النجم المذنب بالفعل، وصورة أخرى ما يظهر بها بالقرب من المشتري ليس بالنجم المذنب. وسنتناول أيضا تشوهات الحقل المغناطيسي الأرضي، تشوهات شديدة وميلان لثنائي القطب بشكل جد واضح. هذه الميلانات تترك الباب مفتوحا أمام الإشعاعات الكونية لشحن الأرض وشحن طبقات الغلاف الجوي، وهذا يعطي ارتفاعات في رانين شومان وبامتدادات زمنية طويلة، حيث أنه سجل 64 هرتز. هذا الارتفاع وهذا الشحن الطاقي الممارس على طبقات الأيونوسفير وطبقات الغلاف الجوي يعطي احترارا شديدا، خصوصا في مياه المحيطات، ورأينا هذا في بحر الكاريبي وخليج المكسيك وعلى حدود جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن هناك ارتفاع شديد في درجات سطح المحيط هناك، وكنا تحدثنا حول هذه الارتفاعات من قبل. وهذه الارتفاعات أو ارتفاعات درجات سطح المحيطات ستسرع من انتشار الأعاصير بشكل كبير، ومن المتوقع رؤية هذه الأعاصير كثيرة بهذه المنطقة في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك إن استمر هذا الاحترار على هذا الشكل، لأن كما تعلمون فتكون الأعاصير يحتاج إلى تيارات ساخنة دافئة والتقاء تيارات دافئة وباردة، يتكون ضغط عالي يبحث عن الضغط المنخفض، وبالتالي تتكون تلك الدوامات. قلت إذا استمر هذا الاحترار، وسيستمر لأنه مع استمرار تهالك الحقل المغناطيسي الأرضي فلن يتوقف احترار طبقات الأيونوسفير، وكذلك استمرار احترار سطح المحيطات. لنمر للشرح على الصور. هنا صورة القمر، قمر الرصد سهولسكو، كما تشاهدون عندنا هنا بتاريخ 22/5/2024 على الساعة 5:24، ونلاحظ الملاحظة الأولى: هذا هو النجم المذنب ظهر ها هنا، ولاحظوا معي هذه المنطقة زاوية الالتقاط وزاوية الطيف، حيث تصطدم الأشعة أو الضوء هو الذي جعله على هذا الشكل من الخط، لكن حين تنظرون إلى هنا مع هنا لو كان من زاوية أخرى لظهر لنا كأنه مجنح. فهذا هو المذنب، شكله الواضح جدا، وهذه كما يظهر لنا هنا الجسم المركزي، وهنا السحابة النيزكية التي تسبقه، وذيله النيزكي ممتد للخلف. فهذه الصورة يظهر بها بالفعل النجم المذنب. عندنا هذه الصورة التي تحدث عنها العديد من الإخوان، وكانت أيضا يوم 21/5/2024، وهنا قرص الشمس مع الفلترة، عندنا هنا هذا الزهرة، وعندنا هنا المشتري. كنا تحدثنا في حلقة سابقة شرحت بأن هذا الذي يقترن مع الشمس هو المشتري، الآن مقترن بالشمس، وسيتضح لنا هذا حين نذهب للخريطة الفلكية. كما ترون
عندنا اقتران، اقتران هنا للزهرة والمشتري بالقرب من الشمس تماما. حين نعطي نكبر، حين نكبر يظهر لنا المشتري مع الزهرة بالقرب من الشمس، غير بعيد من الشمس. حين يتم التقاطه يتم الالتقاط ويظهرون في الحقل، حقل الرصد. إذن فكما قلت، فهذا الذي يظهر في هذه الصورة ويقولون أنه خلف المشتري فهو ليس بالكوكب المذنب، فهو كوكب الزهرة. لنعد لصورنا هنا. كما ترون أمامنا، تلاحظون كيف هو الحقل المغناطيسي الأرضي، وهناك ميلان شديد لثنائي القطب مع تكسر شديد في حقول خطوط الحقل المغناطيسي. لاحظوا أيضا هنا أيضا ميلان شديد لثنائي القطب، وقد وضعنا هذا الخط للإيضاح فقط. هنا كما ترون هذا رنين شومان، اليوم 22/5 و21/5. لاحظوا معي الامتداد الزمني الذي تحدثت عنه، ووصل سجل 64، لكن هناك امتداد زمني كبير، حيث أنه من 1 تقريبا إلى 6 أو 7 هناك يسجل ارتفاعات. هنا عندنا من 1 أيضا إلى حدود 7 تقريبا، يعني أن هناك امتداد زمني قوي جدا. وتلاحظون الارتفاعات كيف هي، الارتفاعات اليوم أشد قوة من البارحة. هذا يعطي حرارة ويسخن طبقات الغلاف الجوي، بالتالي فهنا حرارة متطرفة جدا في المكسيك وفي جنوب الولايات المتحدة الأمريكية كما ترون، كوبا وغيرها، في حول خليج المكسيك ككل، حيث أنها سجلت 46.6 سلسيوس كالور إكستريمو، يعني أنه متطرف، حرارة متطرفة جدا في خليج المكسيك. وكما ترون ها هنا أيضا عندنا الخريطة باللون الوردي، وهنا الإحمرار، المناطق الأشد حرارة. كما قلت فالمحيط أصبح سطح المحيط أصبح حارا جدا، وسيعطي هذا ما سيعطي عدة أعاصير في المستقبل القريب جدا. هنا كما تلاحظون مخطط الاحترار، الحرارة المتطرفة لسطح المحيط الأطلسي الشمالي. فهنا عندنا 24 عام 24 23 كما ترون، لكن 24 يتضح أنه متجه للارتفاع أكثر من العام الماضي، هذا ما سنلاحظه، فنحن نراقب. لكن ما دامت التشوهات دائمة على حقلنا المغناطيسي وبه تهالك شديد، بالتالي فالاحترار سيستمر معنا. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.